بعد عملية تسليم المحاصيل الزراعية لمراكز محلج دير الزور ومركز الأعلاف، بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني بدير الزور بصرف قيم محاصيل القطن والذرة الصفراء للفلاحين والجمعيات الفلاحية للموسم الزراعي الحالي. باشر المصرف الزراعي بدير الزور عملية صرف قيم الأقطان للأخوة الفلاحين للموسم 2022، وكانت عملية الصرف تتم بسلاسة وبسهولة، حيث تم رصد الاعتمادات اللازمة لهذه العملية، وبلغت 31 مليار ليرة سورية لكافة فروع محافظة دير الزور، حيث تمت عملية الصرف فور ورود الرصيد. يتم تسليم قيم الأقطان للأخوة المزارعين وقيم الذرة الصفراء بنفس الوقت تزامنت، والأمور الحمد لله بألف خير، يعني السيولة متوفرة وكل شيء، أمور جيدة ممتازة. الفلاحون أكدوا أن عملية صرف قيم المحاصيل الزراعية تتم بسهولة ودون أي عقبات، منوهين بالسعر المجزي الذي تم تحديده لمحصول هذا العام. احنا اليوم جايين المصرف الزراعي مشان نستلم أرباح القطن، وبالنسبة لأرباح القطن الحمد لله المصرف متعاون وأمورنا كلها جيدة. بالنسبة كمان للذرة الصفراء، بناس وردت ذرة صفراء واستلمت قيمة المحصول. استلمنا حق الذرة الصفراء وردناها، بعد ما نشفناها مع العلم تعذبنا شوي بالتنشيف، والحمد لله رب العالمين جينا قبضنا من هنا. الحمد لله وردنا القطن بأحسن ما يكون وجدنا الأرباح، وجعد نستلم سيولة أرباح القطن من المصرف الزراعي. الموسم الحالي ما شاء الله شيء، يعني بدهم يقولوا وسط، ماشي حاله زين. اتحاد الفلاحين بدير الزور ومن خلال الجمعيات الزراعية سهل عملية تسويق المحاصيل الزراعية من خلال متابعتهم للمزارعين في أراضيهم وتقديم قيم المحاصيل المالية للمصرف الزراعي الذي اتخذ الإجراءات الكافية لتسهيل عملية تسليم قيم محاصيل القطن والذرة الصفراء مع توفر الاعتمادات المالية.